تركيب البطارية بيكلف 45,000 دولار، وأنا ما معي، وعايش من قلة موطن. بالسلام، بالسلام بيقدر ينتقل، بالقبلة بيقدر ينتقل. نعم. وحتى يقال إنه الفيروس يبقى بيقدر يضل عايش لمدة 48 ساعة. نحن بنتمنى عليكم كونكم أنتم لكم دور فعال في المجتمع اللبناني بشكل خاص، إنه تساعدونا وما تساهموا بلعب دور سلبي. نحن لا يوجه لألنا هيدا الكلام، لأنه نحن دائما قدامكم وبناخد بصدرنا، وأكبر دليل لما يروحوا ناس لعندكم بحاجة لوزارة الصحة، أنتم من يقول لهم روحوا على برنامج للنشر وعن توني خليفي. توقفت بسرايا طرابلس 3 أيام ورجع تحول الملف على مكافحة الجرائم المعلوماتية. نعم. وصار اللي صار. أنا كان إلي 6 ساعات ومالدي فوتني على التواليت وضل يقتل فيني، لأنه بس أمي وبي عرفوا أني مالدي، إجوا زاروني بالمستشفى وشافوا بنتي. شو صار من بعد الظهر لليوم؟ تبطل وليد عبده بده يطلع يحكي. أكيد نحن بالنشر بنعرف كل الأخبار، إذا مخبرناكم الليلة بنخبركم جمعة الجاي. للنشر مع طوني خليفي، الاثنين بعد الأخبار على الجديد.